الله يعطيك طولة العمر ويعافيك والصحة والعافية ويعافيك. اوكي ودائما نشوفك بأحسن حال. الحمد لله بروفيسورنا الجميل. شكرا لك يا مجد. كم عمرك الآن؟ شو تسأل العمر يا أخي تفرجون ليش تسأل العمر تفرجون عليه بعد فوق الستين. فوق الستين ايه. لا في واحدة تقول لي اخطب لي الدكتور سالم الزهراني ايه. يلا بحملها الثور. يلا بحملها. طيب أنا أتدري ليش سألت كم عمرك ايه. مين بدأ أول عشق الاتحاد ولا تعلقك في طب العظام؟ لا أحب الاتحاد. من وين بدأ؟ والله يا أخي كأنها جينات جد لأنه أنا من وليد الشمال. أوكي. وما كان فيه للوحدة والاتحاد والمجموعة. معظم اللي أعرف الجيل القديم كلهم متحدين. جلهم متحدين يعني من جماعتي من أفراد حتى أذكر يعني الناس رأسوا أندية وأعرفهم في هنا في الشمال أقصد هم متحدين. ليش اشتهر عن البروفيسور سالم الزهراني إنه من العيادة إلى غرفة العمليات؟ كيف يعني؟ يعني أي واحد يجيك تكشف عليه يلا رباط صليبي. مو صحيح الكلام أبدا لأنه أنا بس أنت سامع ذا الأسطوانة أكيد. لا هم شوف أسامع أشياء كثيرة غير كذا. مثل إيش؟ مثلا أنا ما أعمل عمليات أنا شيبت إلى آخر قبل أمس يعني فترة طلع من عندي أورام بعيد الشر خبيثة إلى قبل أمس طلع خبر وفاة كلهم. هذا ما يهم الكلام لكن إنه العمليات أنا أشوف عدد كثير من المرضى ولو تحسب العمليات في أقلها ولكن لا تنسى إنه أنا تحويل اسمه تيرشري يعني من المنطقة الأولى اللي هو النادي أو طبيب آخر يشوفه لين يقرر العملية ويجيني جاهز للعملية. بدأت الأندية الكبيرة اليوم عديمة الثقة في البروفيسور سالم الزهراني. ما عاد الأندية الكبيرة تراك خيار أول بالنسبة لها وتسرب لعيبتها عندما يتعرض إلى قرار نهائي بالأشعة إن عنده رباط صليبي يودونهم برا. ليش؟ عدم ثقة فيه؟ أبداً أبداً مو صحيح. أنا عندي لعيبة إلى الآن كثير نعمل لهم. أتكلم فئة أي من الأندية؟ حتى فئة أي كثير. مثل مين؟ سمين يعني أنا نادي الاتحاد عملت العملية نادي النصر في نادي الهلال أمس لا عامل واحد من فئة الشباب بس ما عاد في الزخم الإعلامي اللي زي أول. لا أتكلم يا دكتور عن لاعبين مشهورين من فئة أي في الهلال في النصر. سؤال أسأل كم لاعب ودوه برا المملكة وعمل عمليات ورجع عادها عندي. رجع عادها عندك؟ عندي أيوه. مثل مين سمي؟ لا ما أقدر أسمي سامي لأن هذه أسرار. لاعبين كبار؟ أيوه لعبوا عندي عبد عطيف إبراهيم غالب كذا واحد يعني سووا برا ورجعوا عدوها ولا لعبوا وأصيبوا وبعدين رجعوا؟ لا, لا لا يعني المشكلة وش يا ماجد؟ المشكلة بالإعلام السعودي لما أنت تقول للاعب أو يقول لك اللاعب مقصر وما يسوي علاج وما أدري إيش وكيت وكيت من الكلام هذا ويجيك تفحصه وتشوف عنده مشكلة في العملية مسكين يظلم اللاعب وما هو سوى بعدين لما يعيد العملية يرجع يلعب بس الإعلام بعد ما يلعب ما يذكره. طيب ليش يعني خطأ يكون في العملية؟ كيف يكون خطأ في العملية؟ ما أقدر أقول لك أنا أنه ما تكون هم أصلاً لما يروحوا برا المملكة ما يروح للأطباء المشهورين أو شيء يمكن نادر ما يروحوا ما يعرفونهم. أنا لما كنت بفرنسا كانوا مثلا يجون ناس أنا ما أعرفهم أنا كنت أشتغل في فرنسا طبعاً توفيق الله. بعدين النقطة الثانية هذه ظاهرة صحية ماجد يعني الظاهرة الصحية أن يروح اللاعب يجربون يرجعون يعني أنا ما نقص عدد العمليات عندي ما نقص شيء وماني محتاج يعني أنا مرة قالها السيكوريتي في المستشفى عندنا كان لاعب جاء مشهور ويبغى قال لا يا حبيبي الدكتور سالم اللي يشهرك ما تشهر الدكتور سالم مع السلامة. كيف؟ الدكتور سالم اللي يشهرك يعني شهرته أكثر منك هذا سكرتي قال سكرتي والله قالها من اللاعب. طيب ما يا اخي كل شيء لا تعطيني شفرات. لا ماجد الاشياء هذه ما يمكن اللاعب تكلم او فهم السكرتي غلط. طيب الحين عندك ما شاء الله يمكن تقريبا في الحبيب 6-7 عيادات تطلع من عياده وتدخل عياده تطلع من وين التركيز؟ من قال ما في تركيز يعني هذا يلا لا يلا. ماجد في شيء معين انت وقتك انا اعطيك مثل بسيط أخي الله يحفظه قال لي من لك وقت
عندك؟ قلت له عندي وقت كثير في البيت هذا، أتكلم على ما ينطبق على الطب. فرحت أخذت عيالي كلهم المكتبة أنا وزوجتي، وكل واحد يشتري الأقلام أبو فارة وما أدري وشي اللي يبغونها، وأنا أخذت حق السنة كاملة. دفعت طقة واحدة ما أخذ مني الوقت ولا 30 دقيقة. يعني تعرف تختصر الوقت. لازم، هذا الوقت هو المهم. أنا مثلا عندي في العيادة السيستم حقنا لما جاء الجي سي آي التقييم الأمريكي ملفاتي فوق 96 تاخذ. كيف تسوي سيستم؟ أنا ماني ملزم إني أدخل بيانات للمريض، عند المرضى متدربة كل شيء، ماني ملزم إني أنا أغير جرح المريض بالستاندر العالمي المريض. فأنت لما تشوف فالوقت اللي أنت تكتب فيه وتدخل معلومات وتدخل بيانات تفحص فيه مريض، هذه أشياء معروفة وروتين معروف. لا، لكن ما هي روتين معروفة أبدا، لأنك أنت كيف تدرب الناس اللي يعرفوا كيف تشتغل. مثلا لما نسوي الرباط المتصالب الأمامي العمليات ما تأخذ منه 17-20 دقيقة، تسألني إيه؟ لأنه زي عملية القلب المفتوح، لو الجراح يروح يأخذ الوريد وينظفه ويخيطه، فتلقى تيم شغال على الرجل وتيم شغال على الرجل هذه بما يحتاج المريض. طيب. وحق هذا انا عندي التيم هذا، انا اعمل عمليه على بال ما اخذ الرباط واعطيه المساعدين ينظفونه ويضبطوا لي الوقت اللي اخذ فيه وجهه ياخذ اكثر، هم يعني سنا اصغر مني وخفه اليد متعلمين وهي شيء سهل جدا. ويكون انا على بال ما وصلت مرحله زرع الرباط يكون جاهز احطه، بس لو واروح بعد كذا وانا اسوي الرباط وهذا ياخذ وقت طويل. فانت طيب، كيف تشتري الوقت؟ حلو. تحب الاعلام انت؟ ابدا. انا طيب، احب الاعلام الصادق. طيب كيف تسمح الى كاميرا برنامج سين من البرامج انها تدخل اثناء اجراء عمليه؟ ممتاز. هذا اجراء خطا. لا مو صحيح، الا اجراء خطا اذا استاذن، إذا المريض وافق للتصوير والمقابلة الشخصية. أتكلم أثناء العملية. عادي عادي، لأنه ما كيف يا دكتور عادي؟ ما له اتصال، زي مثلا لما تكون عندنا فترة تدريب، يعني يكون فترة في ناس يطلعون، يكون عندك 10 أنفار. مالي هذه ما لها دخل من أنك تجيب كاميرا زي كاميرا مصعب بركات اللي معي الآن. لا ويدخل. لا لا لا. ويدخل ويصور. مختلفة ماجد، مختلفة. إلا كيف مختلفة؟ مو زي هذه كاميرات وافرة. مو زي هذه كاميرات وافرة، كاميرا واحدة ماجد يصور كل شيء ويعرض بالتلفزيون. أبدا ماجد، بينه وبين المريض يكون مسافة. أنت لما تعمل دريبق للمريض وتغسله وتعمل دريبق للمريض. أنا أعرف لاعب زعل أنه يوم من الأيام لما صحي شاف أنه في برنامج من البرامج دخل للعمليه. زعل مني؟ زعل من البرنامج. لا اوكي، ما يجي واحد مثلا، انا اعطيك الجبرين بالعربيه. الجبرين هو اللي كلمنا انه بيجي فلان، يجي فلان، الظاهر يا عيد يا نايف. لا اكيد نايف، ما دام العربيه نايف. وعلى فكره انا ما كنت اقصد نايف، كنت اقصد برنامج ثاني. ولا نايف حلا ولا في برنامج. طيب انت أوكي، عشان معلوميتك اللاعب، اللاعب انا قد دخلت يا دكتور بدون استئذان. انا دخلت باستئذان منك انت. لا اللاعب. لا باستئذان منك انت غرفه العمليات. نعم. واللاعب ما استئذن. إيه المصلحه تصدق ما يمكن. طيب خلينا نخدمك، خلينا ناخذ الجانب الاقوى والاهم. ماجد ماجد للاسف اللاعب في النقطه الثانيه اللي انت ممكن مخفيه عليك. اللاعب قبل ما يسوي معه حوار او يطلع له خبر يوقع ورقه في المستشفى عندنا انه موافق. يمكن طيب، الرؤيه لا، بس عشان تكون صوره لك. أوكي. ممكن المرحله هذه انت ما شفتها، تجي تقول له ترى فلان يبيجي الاعلاميين، يعني في طاقم اعلامي. طيب اوكي، يوقع اللاعب. اذا رفض اللاعب مستحيل. تدري ليش انا ماشي بسرعه 280؟ لان عندي اسئله واجد. لا لا بس لازم هذه النقطه من التوضيح. خلينا نلعب الوانتو. كيفك انت في وش تلعب اذا لعبت مع زملائك الاطباء؟ تلعب جناح، تلعب محور، تلعب؟ لا انا كنت العب قلب دفاع. قلب دفاع، عشان كذا قلوب الدفاع رايحين فيها. طيب انت يعني غير محبوب من الهلاليين لانك اتحادي؟ ما اعرف، اسالهم. لا انا اسالك انا. انت حاسس انت بهذا الشعور؟ لا مو لا يعني لي شيء، بكل احترام الشديد. اي بس حاسس ان الهلاليين ما يبون. انا ماني حاسس. كيف ما انت حاسس؟ ابدا بكل امانه. ما حد عمري افصح في لعيبه يجوني. قلت لك امس جاني لاعب من شباب الهلال او من عمل عمليه
وراح. طيب تعلمت الخمس انتصارات متتالية، آسيوية مرتين، محلية مرتين، عربية مرة، خمس انتصارات عطوكم الهلاليين رايح جاي. من أخذ شيء يستاهله؟ ها؟ من أخذ شيء يستاهله؟ يستاهلون. من أخذ شيء يستاهله بأي وسيلة؟ هم يستاهلون ولا لا؟ سؤال واضح ومباشر. ماجد. ها؟ أنا هنا طبيب ومشجع. ما لي دخل. لا لا لا. مشجع. طيب أوكي. ما أبغى رأي الطبيب. أنا بسأل سؤال. ما أبغى رأي الطبيب. رأي المشجع. أبغى رأي المشجع. سألوني مرة قبل المباراة. إيه. على فريق الهلال المتكامل. قلت له ما يهزمون لرب العالمين، هذا لو يلاعب برشلونة أو ريال مدريد بالطاقم هذا يفترض أن يفوز على ريال مدريد بالطاقم. يعني مستحق الخمس انتصارات بالفريق حقهم. إيه؟ من يهزمهم؟ طيب يعني السادسة في الطريق ممكن من يهزمهم؟ من طيب. الجريء اللي بيهزم الطاقم هذا؟ أنت لما تعمل معادلة. طيب ليش ما سويتوا زيهم؟ كيف؟ ليش ما سويتوا فريق زيهم؟ مش ناقصكم؟ أنا ما أعرف والله. أنا مشجع عادي بسيط. أنت مشجع عادي بسيط، وأحياناً تستضيف الفريق في الرياض، وأحياناً يا أخي استضفت الفريق بالرياض، لكن ما لي صلاحية أوثوريتي على النادي ولا بخير. طيب متى انتهت علاقتك مع المنتخب السعودي كمشرف على الجهاز الطبي؟ 2023. لا وش 2023؟ 2003 آسف. 2003 بعد تجربة اليابان، بعد اليابان وكوريا الجنوبية. طيب حلو، هنا ببدأ أدخل في أسئلة. الكل يعرف أنه أنت المشرف في 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية. يومها سامي الجابر بعد مباراة الثمانية أمام ألمانيا أصيب بالزائدة. أوكي؟ الأنباء المؤكدة أنه سامي الجابر سبق وأن عمل عملية زائدة، والأنباء المؤكدة طبياً أنه عملية الزائدة لا تتكرر. عطني الحقيقة ولا كيف كذب يا أخي؟ أنا هذه مشكلة زي ما سألتني تو عن دخول العمليات ده. أخي سامي الجابر مصيب بزائدة جلدية في اليابان. في اليابان أخي أنا ما حكيت. وقبلها ما أصيب أبدا. شلون منين تطلع الزائدة مرة ثانية؟ يعني أنت بكذب عيني وصدق أي إعلام؟ أنا زرته في الغرفة. أوكي. وكان عنده إبراهيم الجابر. كان المشكلة وشي؟ إنه سامي الجابر حط المسؤولية علي وعلى الدكتور جمال. لأنه في المركز اللي دخلناه، ورغم أنه مركز جامعي، وأيامها في كل مستشفى في عملية بالمنبار. كان قريب من الأوتيل مرة يعني. مستشفى جامعي يعني. أوكي. من أرقى المستشفيات. فأنا والدكتور جمال أوكي شرحنا لسامي أنه نبغى بالمنبار. لأنك لاعب بدون فتح وكل شيء. قالوا لنا ما فيه إلا بيجي طبيب من مستشفى آخر. قلنا ما عندنا مشكلة. سامي شرحنا له الوضع وشرحت له الوضع، قال ما في أحد في اليابان بيهتم أو يعزني أكثر منكم، أنا يعني باصم على سلم أمره لكم. إيه بعد باصم على بيات سووا لي تبون. أوكي. تأخرنا يمكن حوالي 4-5 ساعات. جاء بس كان خطر أنها تنفجر إذا زايدة. ما كان في خطر لأن أنا تعرضت لنفس المشكلة يا أخي. ممكن جيت متأخر بس حنا بالنسبة لنا جاء شخصوا اليابانيين وزايدة دي مع تشخيص رحمي. جميل. وجاء الجراح عمله بالمنبار. ليش فسروها الناس انه بعد الثمانية والسنترة انه سامي هرب؟ يا اخي انت سألتوا على الهلال انهم ما يبونه. كنت انا اسأل ذولا اللي قال انه هرب، انا اعطيك الواقعة. بس ما افهم وش اللي يفكر فيه. هل حقد على سامي؟ يعني سامي ما هرب ابدا، كان مصاب بالزايدة. يا اخي طيب، وانت المشرف على الجهاز الطبي، اعطيني قصة كسرت اصبع محمد نور للخوجلي. وش القصه يعني؟ كيف انكسر؟ هم صار خلاف بينهم. خلاف شنو؟ عن شخصي يعني؟ مزحه. اول بدت مزحه وما ادري ايش مزحه، وبعدين بالمزح كل واحد شد الثاني وسحب اصبعه وانكسر. يعني هو اوت البطوله ابدا. اي بس ما كانت بدايتها هوشه، هي كانت مزح. صد كانوا يلعبون بلوت؟ يمزحون مع بعض كانوا. لا صد كانوا يلعبون بلوت مع بعض. انا ما اعرف ايش اللي صار، احنا جينا باللجه بس يعني مش كانوا قبل، بس كانت مزحه واصدقاء اثنين ويحبوا بعض اثنين. بس صارت مزحه. طيب يقال، وانت اكيد كنت داخل غرفه الملابس. ولا تلف ولا تدور معي. ها انا والله ماجد ما اقول الحقيقه. اوكي. يقال بانه بين الشوطين اعتلى صوت نواف التمياط في وجه ناصر الجوهر بأنك تجامل لاعبين
بالعربي تجامل سامي الجابر على حساب المنتخب. والله ما سمعت يا والله ما سمعت. اشوف محمد اجل انا اللي سامعها اللي في المدرج. انا انا ما هو شرطكم يعني ما انا اللي في المدرج سامعها يعني. يعني سامي هذا رجع لك. انا تبغاني اكذب عليك؟ لا ما ما تكذب علي. انا نواف احبه زي اخوي الصغير يعرفني. انا الكلام هذا باذني ما سمعته رغم انك بروفيسور الا انه انعدمت ثقه الاتحاد السعودي فيك وبعدوك. لا ما بعدوني، انا اللي تركت. انت اللي تركته يا حبيبي. انا تركت الطب الرياضي في نفس السنه وتركت بقرارك. قراري شخصي والمجله السعوديه اوكي ولجنه المنشطات كل هذه تركتها. ليش؟ خلاص ما عاد اقدر. ما يجيبون دراهم، هذه واقعيه. يعني ما يجيبون دراهم. ما في مردودك شغلك كله ما توفي المصروف اللي تصرف. عشان كذا تركت؟ لا انا تركته خلاص، ما عاد لي، لانه انا كنت حاط سقف لحياتي اني انا اكافئ نفسي اني ادخل مونديال كاس عالم. كان ما في للطريق هذا اللي وصلني. وصلني الطريق، حضرت كاس عالم واخذت الشهاده اللي دخلت كاس عالم. خلاص استاذنت من الامير تركي من خالد ومنهم ودعتهم. جميل. طيب في التصفيات وتحديدا في مباراة في الملز، ما ادري اظن تايلاند، اعتقد تايلاند، اصيب حسين عبد الغني يومها. لحظتها انت قلت انه رباط صليبي. شوف ماجد دقيقة ايه؟ ايه ولا لا؟ لا، القصة كالاتي. جاء وهو مسوي منبار قبل، سوينا لورانيين وكان في اشتباه بالرباط المتصال بالبدن. وعلى انه يجينا مرة أخرى حسين نفحصه ونتأكد. اختفى وراح فرنسا. نعم. وجابنا تقرير انه وجاء بالتقرير لنا انه مصاب بالرباط المتصاب بالأمانة. إذا احنا كلجنة طبية نعتمد الموجود عندنا. انضم للمنتخب ولعب. وتكلمنا مع حسين، وكان حسين بكل أمانة رجل ويعرف وش يبغى، وتكلم معنا وتعاملنا معه كلاعب سليم. خلاص ضمه اوكي وخلص ولعب. وخالد نعمان قال له ما فيك رباط. انا ما اعرف من قال له. الا خالد نعمان قال له ما فيك. انا ما اعرف من قال له. طيب وش قصه الورقه اللي ما كانت مطابقه، الورقه اللي ما كانت مطابقه للاصابه اللي موجوده في حسين؟ هو حسين تقريب. تكلم، طلع بتصريح وكان جريء وتكلم. قال انا اللي شفت حواره انه انا ادخلت بديل عني وفحص وطلع التقرير سليم، التقرير اللي جابه الثاني اللي دخل فيه. يعني حسين دخل واحد ثاني عنه؟ هذا كلامه هو. هو قال اني انا دخلت واحد ثاني عني. ايوه وفحصته. وفحصته على اساس انه سليم. وطلع وفحص سليم، وجاب التقرير هذا اللي بموجبه قدم للامير سلطان بن فهد وقبلوه ورجع المنتخب. طيب كيف ما فحصتوه انتم مره ثانيه؟ ما خلاص اللاعب لما يرفض او يقول لي انا كويس يقول له كويس. طيب ما هي مسؤوليتنا. طيب هل من الممكن اللاعب يكون عنده رباط ويلعب؟ ممكن. كيف ممكن؟ بلاتيني لعب اكثر من سنتين بس شوف ولا. كيف ممكن يا دكتور؟ يلعب ما في شيء في الطب 100% يلعب. بلاتيني طبعا انا ما جبت عشان حسين الله يحفظه ويسلمه. بكل امانه الرجل اشتغل يعني اللاعب معنا في المنتخب. ما شفنا منه اي يعني رده فعل، ما شفنا الا بالعكس، وحنا نتعامل معه انت جايب يا دكتور تقول جايب تقرير مو تقريره، ركبه مو ركبته. هذا هو اللي قاله، انا ما قلته، انا انت ربطت الحوار. لو سالتني قبل مقابلته اللي الظاهر في كره اوكي ما اقدر اجاوبك، بس هو هذا كلامه. يعني هو لعب وعنده رباط صليبي. ممتاز. وبقول لك حسين لو عنده شيء معانا او معي انا شخصيا، ما كان حسين عبد الغني يتردد على العياده ويثق فيه طول فترته من كان بخارج المملكه ومع النصر ومع كل شيء. انا اللي افحصه وانا اللي سويناه اللي عالجه طول الوقت. فهو الشخص امين مع الاخرين. طيب ما حكى لك عن هذا الموضوع؟ والله ما كلمته لانه لا يعنيني. انا احترم حسين كشخص وحبه كشخص لانه رجل، بس ما اروح اساله، انا ما هو شغلتي اساله. ايش قصه فهد المولد وخروجه من الاتحاد وبعدين تورطه في قضيه منشطات مرتين، ومره قالوا انه اخذ حاجه عشان الانفلونزا، هل فعلا اشياء عن الانفلونزا توصل الى المنشطات؟ من واقع خبرتك اي ماجد، اي علاج ما تفصح عنه قبل وموقع من الطبيب
حتى لو علاج تعتبر إيجابية. وللأسف هذا جهل من اللعيبة. يعني كل المرتين عنده جهل. المرة الأولى يا أخي، المرة الأولى العينة مختلفة، الثانية هو ماخذ ليزكس اللي فهمتنا. الليزكس هذا مفصح عنها. هي عبارة عن إيش؟ اللي مدر البول. أوكي. طيب قصة محمد نور وقضيته في المنشطات. أنا باعتقادي محمد نور بريء. يعني محمد نور انظلم؟ انظلم بالإجراء، بس ما أقدر أبرئه. أنت ما فهمت علي، هل هو متعاطي أو غير متعاطي؟ أنا ما أقدر أقول لك. حتى لو كان متعاطي ماجد، لا تستعجل. توك تقول مظلوم. يا أخي بك تفهمها ماجد. مستعجل ببالك شيء تبي تركبه، وهذا أكبر خطأ. أوكي كصحفي. لا. أنا ما أبي أركب شيء. خلاص إذا أنا أبغى الحقيقة اللي عندي. إذا اسمعني لا تجادلني. أوكي. هي العينة A و B. إذا فحصت A وإيجابية و B إيجابية يدان اللاعب. أوكي. إذا المختبر سوى C، يعني سكر العينة B قفلها ثاني وحللها من بكرة كثلاث عينات، إذا غير إيجابي. وهذا اللي اعتمدت عليه لجنة الاستئناف، لأنه كان رئيس لجنة الاستئناف هو اللي كان ماسك النظام المخدرات وهذا. جميل. فإذا أنا بالآلية زي ما قال استئناف، في آلية العمل في خطأ في الإجراء. جميل. إذا خطأ الإجراء هذا حتى لو كان متعاطي يبرأ. انتهى نور قبل وقته؟ كيف؟ انتهى نور قبل وقته؟ والله ما أدري، بس أعتقد نور. نور كان ممكن يدي سنة سنتين ثلاث. تعلمت لخروجه للنصر هو ونايف هزازي لما راح الشباب ومتم النصر؟ لا أبدا ما تعلمت؟ لا، لأنه أنا عندي هو خياره، صار عنده مشكلة في النادي وخياره يروح. يا أخي طيب ارتكب حماقة المهندس عادل جمجوم عندما صرح الثنائي؟ ما هو صرح، ارتكب مو حماقة، لن تغفر له إلى بدل الأبدين. لن إيش؟ لن تغفر له هذه، أنا في نظري كاتحاد. يعني ارتكب حماقة. حماقة من شيء نور أو دور. بس يعتبر أجرأ قرار في تاريخ الاتحاد. أوكي اتخذ قرار جريء. أوكي لو نجح بالفئة الشباب واستمر وجاء بطولات ممكن ينسون اللي سواه. لكن تمشي رضا تكر المنتشري تمشيهم. أوكي أنت لك خطة، إذا نجحت خطتك. إحنا نتكلم عن نايف هزازي ونور تحديدا كسوبر ستار. وليش ما رضا تكر والمنتشري راحوا؟ فأنت تخليت عن نجوم دولة بالذات، يعني اترك نور، ترى يعني نور يعني كلاعب ممتاز. أنا رضا بركة. رضا بركة وأخلاق. كيف بركة والباقيين مو بركة؟ يا أخي بركة لا، رضا له كاركتر معين سبحان الله. له كاركتر معين. زي عمر هوساوي والأشياء، تحس أنه له كاركتر معينة بغير اللعب. هو اللي أنا أعتقد أنه لما مشاهم وكان جمهور الاتحاد مبسوط وراضي لأنه حقق بطولة وجاب فريق شباب وكل شيء مشى. مشيت مع الفترة مؤقتة بعدين انتهى. من أعظم لاعب في تاريخ الاتحاد؟ ليش الاتحاد؟ ليه؟ أعتقد نور. نور. وفي السعودية كلها؟ ماجد. ماجد. عاشق لماجد؟ نعم يا أخي من يكره. لا سيبك من يكره. أنا أقول لك عاشق. أنا قلت لك ماجد. والسؤال من يكره ماجد؟ يعني انا لما تسالني انت السؤال رد. لو حطيت ماجد وسامي جنب بعض تاخذ يا اخي كل واحد له كاركتر. لا ما... لا انا الكلام ذا يا اخي. لا احب ماجد. تحب ماجد؟ تاخذ ماجد رغم ماجد. شوف سامي تعاملت معه ككابتن من احسن واسهل واقوى اللي تعتمد عليه، تحط يدك عليه او تركن عليه سامي الجعبر. لا 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 والله يا اخي ككابتنيه في فرق بين انك تحب او لا. كسامي ككابتن والله لا يعلى، وقلتها كذا مره لا يعلى عليه. يحل مشاكلنا، تعرف تتعامل معه، يعرف كيف يتفاهم مع اللاعب على قدور عقولهم مع المشجعين مع كل شيء معانا احنا. لكن سالتني كحب. حلو. ما بيضت وجهنا في مونديال الانديه رغم انه اول مونديال يقام في اراضي السعوديه، مين السبب؟ بالله يا ماجد معروف السبب. مين؟ فريق رايح متهالك بدون قلوب دفاع وبيلعب. ايش تبغى؟ اي مين السبب؟ المسؤول عنه، انا ما اعرف من يدار بالنادي. يا اخي عندكم رئيس مجلس اداره اسمه انمار الحاي. انمار ما يشكل شيء، اذا هو انمار من انمار، اذا غيره يدير من غيره. اوكي. بس انت رايح كاس العالم حبيبي. طيب. بدون قلوب دفاع، بدون شيء، فريق متهالك اكيد.
اليوم عندك لاعب بحجم بنزيما، عندك كانتي، عندك حجازي، عندك حجازي كان مصاب، عندك قروي. لا بتكلم بصفة عامة الحين في المرحلة الحالية، عندك اسماء جوتا، اسماء اجنبيه كبيره. اسالني انا، ما انت بقادر تحط كتفك في كتف الهلال. اسالني انا ماجد، اسالني عن شيء اعرفه شيء ما اعرفه. انا بالنسبه للنادي الاتحاد اعتبر اللي صاير في نادي الاتحاد كارثه. يعني انت رايح كاس العالم، لا قلوب دفاع ولا احد ولا احد ولا احد. اوكي، من مسؤول ما ادري. انا اتكلم الان ما هو عن مشخص، اتكلم كرايي بالنادي اللي انا شايفه. طيب اخر سؤال، من يكسب اكثر، المتخصص او الاستشاري في التجميل ولا الاستشاري في اصابات الملاعب؟ ما اقدر اتكلم ولا دحين. لا، من يتكلم؟ من يكسب؟ لا تجميل يا اخي، تجميل. ورا ما رحت للتجميل، انا سالتك السؤال لانه اليوم احنا نسجل ركن الترجيح في استراحه الدكتور وائل داخستاني، مسي عليه بالخير. وعلى فكره انا صديق الاسره، والعم عبد العزيز رجل دوله ورجل اقتصاد، وهو بمثابة الأب بالنسبة لي. يسعد. ليش ما رحت للتجميل؟ عشان تكسب زي واعد؟ لا، أنا موهبتي عظام. ها؟ أنا الموهبة، أنا يعني من صغرتي والنجار، أحب النجارة. أيوه، عشان كده تنخر في الركب. هي موهبة العظام، سبحان الله يا أخي. أنا ممكن لو أشتغل تجميل ما أنجح، ممكن لو أشتغلت قلب ما أنجح، بس في العظام الموهبة اللي عندي نميتها الحمد لله، وتعبت على نفسي وجبت لي نتيجة. آخر حاجة، مصعب بركات مصورنا الجميل دائما هنا 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 عنده رباط، ابغاك تسوي له عمليه. ميم هيجو توفيق الله. ميم وش ميم؟ يعني مجانا محفول مكفول. شكراً. امزح، بسم الله عليك. لا 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 ماجد، الله تحت امرك وعمرك حبيبي. امزح ما في الا العافيه ما شاء الله. شكرا لك. شكرا، استمتعت معك. وعلى فكره انت جميل في كل أحوالك، هادي. ليش تغمز لي؟ لأنك خبصت عباس بدباس. أحلى عباس مع دباس. ويطلع ركل الترجيح مع بتال قوس. تسلم حبيبي. شكراً حبيبي.